لو الحكاية فيها إن فيبو. النهاردة الاثنين 1 يوليو، والنهاردة القمر مازال موجود في برج الجوزاء. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الثور، وفينوس في الجوزاء، والشمس والمريخ في السرطان، وعطارد في الأسد. عندنا كمان المشتري مازال بيتراجع في برج القوس، وزحل وبلوتو بيتراجعوا في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. وعندنا النهاردة حالة تنافر فلكي ما بين القمر اللي موجود في الجوزاء والمشتري المتراجع في القوس. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وعندهم النهاردة فرصة ان هم يقضوا اوقات حلوة ويوطدوا علاقتهم بكل اللي حواليهم، سواء على الصعيد العائلي او الاجتماعي او العاطفي او المهني. النهاردة كمان مواليد الحمل عندهم استعداد كبير للمبادرة، وعندهم استعداد ان هم يقوموا بالخطوة الاولى لأي تصالح مع الناس اللي حواليهم. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد الثور النهاردة عندهم القمر في منزل المال، لكن في تنافر فلكي في منازل المال، وده يخليني أقول لمواليد الثور مهم جدا النهاردة ان انتوا تدرسوا كويس الأمور المالية عشان تعرفوا تحسموا أي قضية متعلقة أو أي أزمة مالية موجودة. مهم كمان النهاردة ان انتوا ما تتسرعوش وتغامروا في بيع او في شراء، ومهم ان انتوا تدرسوا كل خطوة قبل ما تقوموا بيها. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر موجود في برجهم، وده بيدي لمواليد الجوزاء فرصة ان هم يفرضوا ارادتهم ورغباتهم ويعرفوا يوصلوا لأهدافهم. عندهم حظ على كل الأصعدة إن شاء الله، ويعرفوا إن هم يكسبوا إعجاب الناس بيهم جدا، وخصوصا إعجاب الجنس الآخر. هيكون عندهم سحر وتألق وجاذبية، وناس كتير جدا ممكن تهتم بيهم أكتر، ويعرفوا يعملوا لقاءات جميلة مع كل اللي حواليهم. نروح بعد كده لبرج السرطان. مواليد السرطان النهاردة عندهم للأسف القمر مازال موجود في منزل الصحة السلبي، وكمان في تنافر فلكي في منازل الصحة، وده يخليني أقول لمواليد السرطان مهم جدا ان انتوا تهتموا اكتر بصحتكم وتاخدوا قسط وافر من الراحة، وما تهملوش اي عارض صحي. كمان الفلك بينصحكم النهاردة بالسرية والكتمان، وتحاولوا على قد ما تقدروا تحموا نفسكم، ما تدوش الثقة إلا بعد دراسة، وتتأنوا في خياراتكم، ويعني ممكن تكونوا لازم تكونوا حاطين في اعتباركم إنكم ممكن تكونوا عرضة لمكائد أو لنصب واحتيال، فلازم تاخدوا بالكم، تتأنوا جدا في إعطاء الثقة للآخرين. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة عندهم القمر في منزل الأصدقاء، ده بيديهم وقت حلو اجتماعيا، ممكن ينطلقوا مع الأصدقاء ويكون في اجتماعات موفقة وفيها سعادة، وممكن يلتقوا مواليد الأسد بأصحاب يغيروا أفكارهم في الوقت المناسب، وسهل إن هم كمان يحصلوا على نصايح مخلصة من الأصحاب. أما على الصعيد المهني فمواليد الأسد النهاردة مازال عندهم يوم مناسب لتنمية أعمالهم أو تنمية مشاريعهم، ويعرفوا كمان يحصلوا على دعم زملاء العمل ورؤساء العمل. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء النهاردة عندهم القمر للأسف مازال في وضع معاكس مهنيا، ومطلوب من مواليد العذراء ان هم ما يستعجلوش ويحاولوا يتأنوا في خطواتهم، ويدرسوا وينظموا أولوياتهم وينظموا أفكارهم ووقتهم وجهودهم. قد يكونوا عرضة للوقوع في أخطاء بسبب التشوش والتوتر، فلازم يحاولوا انهم يتحكموا
في تشوشهم ويرتبوا زي ما قلت أولوياتهم. كمان العصبية ما هيش في صالح العذراء أبدا النهاردة، مهم إن انتوا تتحكموا كمان في عصبيتكم عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم. نروح لبرج الميزان. مواليد الميزان النهاردة عندهم القمر مازال في منزل الحظ، وده بيدي مواليد الميزان حظ حلو في السفر، وممكن يكون ده يوم مناسب من امبارح والنهاردة. عموما الفترة دي فترة مناسبة للتخطيط لسفر، وكمان فترة مناسبة للتطور. يعني مواليد الميزان ممكن تكون عندهم النهاردة رغبة في التطور بأنهم يتعلموا شيء جديد أو يزودوا معرفتهم ومعلوماتهم. وكمان لو بيتعاملوا مع جهات أجنبية النهاردة يوم مناسب لتوطيد صلاتهم بالجهات الأجنبية. كمان مواليد الميزان النهاردة عندهم يوم بيحالفهم فيه الحظ على الصعيد المالي، يعني يقدروا ان هم يعملوا مكاسب مالية لو اجتهدوا وعملوا اللي عليهم. نروح بعد كده لبرج العقرب. ومواليد العقرب النهاردة عندهم للأسف في تنافر فلكي في منازل المال، وده يخليني أقول إن لمواليد العقرب مهم إن انتوا تخططوا وتصبروا وتحاولوا إن انتوا تتجنبوا المغامرة ماليا النهاردة، لأن النهاردة يوم مش مناسب للبيع أو للشراء. مهم جدا تدرسوا كويس قبل ما تاخدوا أي قرار تجاري أو في الأمور المالية. نروح بعد كده لبرج القوس. ومواليد القوس النهاردة ما زال القمر في مواجهة برجهم، ونصيحتي لمواليد القوس احموا نفسكم قد ما تقدروا، حاولوا تحافظوا على حقوقكم. ممكن تكونوا عرضة ان ضياع حق من حقوقكم، فلازم تتأنوا جدا في توقيع الأوراق والعقود. حاولوا تكونوا حذرين، وتحاولوا كمان تكونوا لبقين، ما تخلوش حد يستفزكم ويخليكم تفقدوا أعصابكم. كمان لو متجوزين مهم جدا ان انتوا تكونوا متفاهم، يعني تحاولوا تتفاهموا مع شركاء الحياة وتكونوا أكثر لباقة وتسامحا ومرونة مع شركاء الحياة. نروح بعد كده لبرج الجدي. مواليد الجدي النهاردة عندهم في تنافر فلكي في منازل الصحة، ونصيحتي لمواليد الجدي انكم لازم تاخدوا قسط وافر من الراحة وتحاولوا تنظموا جهودكم، لان الطاقة ممكن تكون قليلة النهاردة. حاولوا تستفيدوا بشوية الطاقة اللي عندكم توجهوها في الاتجاه السليم علشان ما تضيعوش طاقتكم وتستنفذوها في شيء ملوش لازمة. نروح بعد كده لبرج الدلو. مواليد الدلو النهاردة عندهم الحظ بيحالفهم جدا عاطفيا ومهنيا. بشوف النهاردة انه بما ان القمر في منزل الحب، فمواليد الدلو النهاردة عندهم فرصة يقضوا اوقات عاطفية حلوة مع الاحباب، ويعرفوا ان هم يكسبوا الاحباب بميلهم الشديد للرومانسية. وكمان النهاردة مواليد الدلو لو عندهم أولاد هيكون عندهم فرص أفضل لتوطيد علاقتهم أكتر بأولادهم. كمان على الصعيد المهني بشوف إنه مواليد الدلو النهاردة عندهم نشاط أكبر وقدرة على الإنجاز وإصرار أكتر وحماس أكتر في الشغل. كل ده يساعدهم إن هم يحصلوا على التقدير في المقابل. نروح بعد كده لبرج الحوت. ومواليد الحوت النهاردة للأسف مازال القمر في وضع معاكس معاهم عائليا واجتماعيا، وده يخليهم شديد الحساسية. يعني بقول لمواليد الحوت حاولوا ان انتوا تتحكموا النهاردة في حساسيتكم، وحاولوا تاخدوا الأمور ببساطة. كمان مهم قوي ان انتوا تتجنبوا الدخول في أي حوارات شائكة مع الأهل ومع القرايب وفي علاقاتكم الاجتماعية، تجنبا للصدام وتفاديا لأي سوء تفاهم.
وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة. فيجو